واليوم سنحكي لكم قصة الناقوس الجديد. في يوم من الأيام أراد الإمبراطور أن يغير ناقوسه القديم. أريد أن أغير هذا الناقوس الآن لأنه صار قديما جدا، لذلك أريد ناقوسا جديدا لأن هذا الناقوس أصبح صوته مزعجا جدا. والآن استمعوا إلى هذا الصوت المزعج. مزعج مزعج، نادوا بايع النواقيس حالا، نادوا بايع النواقيس بسرعة، نادوه بسرعة. وهكذا وبعد قليل حضر بائع النواقيس ومعه ناقوس جديد ليريه للإمبراطور. أمر مولاي الإمبراطور. تعال. مولاي، معي ناقوس ممتاز. دق علي. ما هذا الصوت؟ صوته قوي جدا، وجعت رأسي، أرجعه حالا، لا أريد هذا، لا أريد. البائع أخذ الناقوس لأن صوته قوي جدا وأحضر ناقوسا غيره. نعم يا مولاي الإمبراطور، هذا الناقوس الجديد سيعجبك جدا. طيب دعني أسمع هذا الناقوس. لم أسمع شيئا. نعم. مرة ثانية. حاضر يا مولاي. لا 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 لا، هذا الناقوس صوته ضعيف، صوته ضعيف جدا، لا أريد، لا أريد هذا الناقوس، لا 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 أريد. وهكذا بائع النواقيس أخذ الناقوس الثاني. وفي نفس الوقت الإمبراطور غضب غضبا شديدا لأن الناقوس الأول كان قويا. والناقوس الثاني كان ضعيفا. يا بائع النواقيس، تعال هنا، تعال هنا يا بائع. نعم. النواقيس. نعم. أمرك. أزعجتني. ووجعت رأسي. أمرك. وأزعجت أذني بهذه الأصوات. أطلب عفوك يا مولاي. ما هذا؟ أنا سمعت صوتا جميلا من ناقوس ممتاز. هل أعجبك يا مولاي؟ لم يكن هذا الناقوس صوته قويا ولا ضعيفا أيضا، صوت ممتاز. أسمعني مرة ثانية. رائع، أنت أحسن بائع نواقيس فعلا، هات هذا الناقوس. أمر مولاي. وهكذا أخذ الإمبراطور الناقوس الجديد، وعاش بائع النواقيس مع الإمبراطور في القصر. وهذه هي نهاية القصة.